بثقافتنا وتاريخ بلادنا العريق الذي نهتدي بنبراسه في بناء مستقبل الجزائر الجديدة. وبهذه المناسبة أدعو الجميع إلى الانخراط في مسعى استنهاض قدراتنا الهائلة والكامنة وجعلها في خدمة التنمية ورفاهية مواطنينا جميعا. كما أغتنم هذه السانحة لأؤكد أن مجلسنا في إطار التكامل المؤسساتي سيكون داعما أساسيا لإنجاح كل المبادرات والمشاريع بما يخدم الوطن والمواطن. وفي هذا المقام أشيد ببرنامج طموح الذي أبرز السيد الرئيس خطوطه العريضة بمناسبة تأدية اليمين الدستورية خاصة مباشرة حوار وطني مفتوح يشمل مختلف مكونات المجتمع الجزائري لتعزيز أسس البناء الديمقراطي، وكذا فتح ورشات كبرى في مجال السكن والبنى التحتية والصحة والنقل والثقافة والرياضة والترقية الاجتماعية إلى جانب المشاريع العملاقة المبرمجة في قطاعات المناجم والسكك الحديدية وتحلية مياه البحر والفلاحة، وذلك للوصول إلى تحقيق الأمن الشامل لا سيما الأمنين الغذائي والمائي، وهي كلها مشاريع ستسهم في خلق الثروة ومناصب الشغل وتحقق التطور المنشود وتكون ضامنا حصينا للسيادة الوطنية. واستنادا إلى هذا البرنامج الطموح، فإنما ينتظرنا في الميدان هو تحدي كبير لبناء الدولة العصرية التي تقوم على التنمية المستدامة بنظرة حديثة وبوسائل تكنولوجية تقلل من الوقت والجهد وتلحقنا سريعا برقب الدول المتقدمة. ولا يتأتى ذلك إلا من خلال التقييم الموضوعي والعلمي لواقع التنمية والوقوف على مواطن الخلل بالاعتماد على الإحصائيات الحقيقية والفعلية لكل قطاع وانتهاج الشفافية المطلقة برقمنة شاملة. وبهذا سنتمكن من تكوين تصور حقيقي واستشراف واقعي لمستقبل التنمية ببلادنا، ونوصي بصفة دائمة ونهائية دعائم الحكم الراشد ودولة الحق والقانون. أيها السيدات أيها السادة، أغتنم هذه المناسبة كذلك لأتوجه بتحية إكبار وإجلال إلى الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني الذي يبقى دائما الدرع الواقي والوفي للأمة، وعلاوة على الطابع العسكري للجيش الذي ما فدأ يحمي حدودنا الشاسعة ويجابه كل المخاطر والتهديدات المحدقة بأمننا القومي في ظل التحديات المختلفة والمستجدة منها وارتفاع منسوب الاضطرابات وعدم الاستقرار العالمي، وقد أبلى في ذلك البلاء الحسن كما أسهم في حماية المجتمع من مختلف الآفات الاجتماعية مثل محاربة المخدرات والتهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وما يتصل بمحاربة الجرائم الإلكترونية ذات الصلة بالأمن السيبراني، وهي معركة على درجة من الأهمية والخطورة لتعدد أدواتها وساحاتها وساحات إدارتها. في العرفان كل العرفان لهذه المؤسسة الشامخة أفرادا وضباطا وقيادة، وتحية موصولة إلى مختلف أعوان الدولة ومصالح الأمن الذين يسهرون على أمن المواطن وتأمين مختلف الخدمات التي يحتاجها لضمان راحته. أيها السيدات أيها السادة، نتوقع أن تشهد هذه الدورة برنامج مكثفا وجهود غير عادية في إطار الاختصاصات المحفوظة دستوريا لمجلسنا لمواصلة العمل وتكريس قيم الجمهورية والحكم الديمقراطي وبسط سلطان القانون وتفعيل أدوات التضامن الوطني وتحقيق التطلعات التنموية. إن الوضع العام الذي تعيشه البلاد استثنائي بكل المعايير، فهو ورشة مفتوحة لتحقيق النهوض الاقتصادي المنشود بالاعتماد على الذات وتقليص الاتكاء على مداخيل المحروقات. لقد حققت الجزائر بفضل المشروع النهضوي الواعد الأهداف الإنمائية المسطرة،
كما أسهمت الإصلاحات بأوجهها المتعددة التي بصرتها بقيادة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية في استيفاء بلادنا الشروط الكفيلة بترسيخ ديمقراطية تعددية حقه وعدالة اجتماعية من خلال التوزيع العادل للثروة، كما استطاعت بلادنا أن تؤمن الصرح المؤسساتي المتكامل القائم على مبدأ المواطنة والديمقراطية التشاركية في كنف دولة الحق والقانون. واستكمالا لهذا النهج، أدعو السادة ورؤساء المجموعات البرلمانية ومن خلالهم السيدات والسادة النواب على اختلاف ألوانهم السياسية أن يواصلوا بنفس العزيمة والإصرار العمل والتعاون والحرص على إنجاح الدورة البرلمانية في مختلف النشاطات وفي أجواء من الجدية وثقافة الحوار وتحمل المسؤولية، باعتبار أن المرحلة الراهنة تتطلب المثابرة في تعزيز الانسجام والتكامل بين الجميع، سواء في الجانب التشريعي أو الرقابي أو تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية في مختلف الأطر والمناسبات وفق مبادئ وأهداف السياسة الخارجية لبلادنا. وحري أن نذكر الجميع بحرص السيد رئيس الجمهورية على تكريس تقليد الالتقاء بأعضاء غرفة البرلمان، وهو برهان آخر على مدى تقديره للمؤسسات الدستورية واحترامه لممثلي الشعب الذين كان لهم الأثر الواضح في الدفاع عن قيم الجمهورية ومؤسسات الدولة. أيها السيدات أيها السادة، يتزامن افتتاح هذه الدورة مع الدخول الاجتماعي وعودة النشاط في مختلف القطاعات، وتؤكد كل المؤشرات أنه سيكون ناجحا بامتياز نظرا لما رصدته الدولة من إمكانات مادية وبشرية ستكون دون أدنى شك في مستوى طموحات المواطنين وتطلعاتهم. كما لا يفوتني ونحن على أبواب الدخول المدرسي والجامعي ورجوع التلاميذ والطلبة والأساتذة إلى مناهل العلم والمعرفة أن أعرب لهم عن تقديرنا الكبير لجهودهم من أجل الرقي ببلادنا وازدهارها، كما أتمنى لتلاميذنا الأعزاء كل التوفيق والنجاح في مشوارهم التعليمي، وإن شاء الله ستكلل مثابرتهم خلال السنة الجارية بتحقيق النتائج المرجوة. وفي هذا الصدد أحيي جهود الحكومة والسلطات المحلية لتهيئة كافة الظروف لدخول مدرسي موفق، لا سيما تهيئة وإعادة الاعتبار لكل الهياكل التربوية التي تضررت بفعل التقلبات الجوية الأخيرة. أيها السيدات أيها السادة، إنه لا يمكننا أبدا أن نغض الطرف عن تداعيات الظروف الإقليمية والدولية، ذلك أن العالم الذي قلصت التكنولوجيا الحديثة أبعاده يكاد يتحول إلى غابة لا مكان فيها للضعفاء، لا سيما بعدما أصبح الاحتكام إلى قانون القوة في فض الكثير من النزاعات الدولية بدلا من قوة القانون. وفي هذا السياق، لقد ظلت الجزائر تمثل صوت الحكمة في مجلس الأمن وتولت الدفاع عن حق الشعوب في تقرير المصير، وكانت جهودها خاصة ما تعلق بالقضيتين الفلسطينية والصحراوية ثابتة يمليها عليها تاريخها ومبادئها الراسخة وضميرها الجمعي المنافح عن الحق والعدل. وعليه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقفز على الحقائق التاريخية من خلال بعض المغالطات التي تريد تغيير طبيعة الصراع. والجزائر اليوم وكما عهدناها دائما لا يمكنها أن تتخلف عن نصرة المظلومين في فلسطين، ولا أن تبقى معقودة لسان أو مكتوفة اليدين حيالها. ومن هذا المنبر سنواصل بشدة إدانة ما تقترفه قوات الاحتلال الصهيوني خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية من مجازر مروعة بلغت حد الجرائم ضد الإنسانية وسلكت أسلوب الإبادة الجماعية التي فاقت في بشاعتها جرائم النازية. ويجدر في هذا الشأن نعبر عن تضامننا مع إخواننا في لبنان وسوريا جراء تعرضهم لاعتداءات الهمجية المتكررة والتي تستهدف المدنيين وتنذر بتوسع رقعة الحرب
وتشعل المنطقة بأمتها وتقوض كل فرص الأمن والسلام. لقد آن الأوان أن يتحرك المجتمع الدولي من أجل فرض إيقاف هذه المجازر الوحشية ومحاكمة مرتكبيها ونصرة المظلومين والمضطهدين. وعلى صعيد الملف الصحراوي نؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ونلح على ضرورة التعجيل بتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا الحق، وسنبقى دوما ندعم هذه القضية في المحافل الدولية إلى غاية تمكينه من حقه في تقرير المصير. كما أغتنم هذه السانحة لشجب الممارسات التي لا تمت بصلة إلى الأعراف والتقاليد الدبلوماسية التي ينتهجها الاحتلال المغربي. أيها السيدات، أيها السادة، ونحن نحيي ذكرى المولد النبوي الشريف، مولد الرسول الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، يطيب لي أن أتوجه إلى الشعب الجزائري وإلى الأمتين العربية والإسلامية بأخلص التهاني وأصدق التبريكات. هذه المناسبة التي نستخلص منها الدروس والعبر ونستلهم منها القيم السامية التي جاء بها ديننا الحنيف، دين الرحمة والأخوة والتسامح والعدل والحرية، والقيم الحميدة الخالدة التي تشع على الإنسانية بالرقي والازدهار والأمن والأمان والسلم والسلام. وفي الأخير أتوجه بالشكر الجزيل وبأخلص التهاني إلى أبطال الجزائر في الألعاب الأولمبية وفي الألعاب الشبه الأولمبية، والذين رفعوا الراية الوطنية عاليا أين على ذوي النشيد الوطني بفضل ما حققته نخبتنا الوطنية من نتائج إيجابية في هذه المناسبات الرياضية العالمية، والتي تؤكد أن الشباب الجزائري دائما في الموعد كلما تعلق الأمر بالألوان الوطنية وبسمعة الجزائر. فألف شكرا إلى هؤلاء الأبطال، أبطال الجزائر من نساء ورجال. أجدد لكم شكري الخالص والخالص على مشاركتكم لنا مراسم افتتاح هذه الدورة، وأتمنى للجميع التوفيق والنجاح خدمة لوطن العزيز. المجد والخلود لشهداء الأبرار، وأعلن رسميا افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2024-2025. شكرا للجميع، والجلسة مرفوعة.